Olá, Tuarna, Diz na outro Mané. اوكي اليوم محاضرتنا راح يكون عباره عن اكزامبلين على اخر موضوع اخذناه اللي هو بالانس اوف سيفرال ماسز روتيتنج ان ديفرنت بلينز. قلنا بشكل مختصر السيفرال ماسز روتيتنج ديفرنت بلينز يحتاج انه لازم الفورس بوليجون والكابل بوليجون لازم اثنيناتهم يكونون في حالة بالانس، بمعنى انه هو الريزلتات مالتهم لازم يتصفر، لازم اكو قوة يخلي الريزلتات مالتهم يرجع للصفر. زين، وبعدين قلنا اي سؤال يجيني خصوصا اذا يصير ب several planes different planes، مو مثل الموضوع اللي قبله single planes several masses. هنا several masses several planes، احتاج ارسم هذا الرسمين سكتش. هذا مو دايجرام، يعني مو سبيس دايجرام مثل الفيلوسيتي والاكسلريشن، هذا بسكتش بيدك ترسمه، لكن لازم ترسمه حتى تعرف تسلسل الحل شو راح تصير. ترسم هذا الرسم بحيث يصير كانه دا تخيل انه الكتل دا يفترون بمستوى الورقه حتى تعرف الزوايا مالتهم والترتيبات مالتهم، وترسم الثاني بحيث انه الكتل دي يدخلون دي يخرجون الى بمستوى الورقه ودي يفترون، يعني دي يفترون حول هذا الاكسس حتى تعرف المسافات بيناتهم وترتيب الكتل شلون راح تصير. زين، اول ما تبدي ترسمها حسب المعلومات اللي نعطيك اياها بالسؤال، والترتيب هذا اذا سؤال منطقي الترتيب اوكي، اذا ما الترتيب انت رتب من يمك وافرض الفرضيات مثل ما راح نشوف الاكزامبل رقم 2، وبعدين هو القوانين هي نفسها راح تعطيك هل الترتيب مالتك صح ام يحتاج الى اعاده ترتيب. ولا ما ارسم هذا الرسمين احتاج اسوي هذا الجدول، هذا الجدول حسب هذا الترتيب، حسب هذا الترتيب تخلي الجدول مالتك هنا الكتل الانصاف الاقطار تضرب الاثنين في ثلاثه يطلع عندك السنتروفيجال فورس لكل اوميجا سكوير، بعدين تخلي الديستانس، طبعا الديستانس يمتى تخليه من تاخذ الريفرنس بلين، هنا ماخذ ال ال ريفرنس بلين، واذكرك انه كل شيء على يسار ال ريفرنس بلين يصير عندي بالسالب وعلى يمينه يصير عندي بالموجب، بمعنى انه ال ال 1 ال ال 1 راح يصير قيمته سالب هنا. زين، ورا ما اكمل هذا العمود هنا اجي اضرب العمود 4 وعمود 5 يطلع عندي العمود 6 اللي هو سنتريفيكال فورسز بير اوميجا سكوير. السالبيه هنا معناه انه لازم هذا اتجاه هذا القوه واتجاه هذا الكابل لازم يكون متعكسين، يعني بمعنى انه هذا الكابل هو عكس اتجاه هذا القوه. هذا هو دائما باتجاه خارج عن الدوران، يعني كانه بده يقلع عندك الماس، لكن هذا يكون اذا سالب يصير عكس اتجاه هذا السنتريفيكال فورس اللي موجود عندك بالقائمه رقم 4. زين، ولا تجي ترسم البوليجون مالتك. البوليجون مالتك راح تحتاج الرسم الاول تعرف الزوايا مالتهم، القوى اتجاهاتها معروفه الام والام ال، هذول الاثنين انت تضيفهم فما تعرف اتجاهاتهم. البوليجون يعطيك اياه سواء كان كابل بوليجون او فورس بوليجون هو اللي راح يحدد لك الاتجاهات وقيمهن وزواياهن، وكذلك يحدد اتجاه المسافات ايضا مثل ما راح نشوف باكزامبل رقم 2 او 3. ورا ما رسمت البوليجون هنا، البوليجون راح يعطيني وحده من المعاليم اللي هو السي ام، هنا يعطيني ارجع اسوي ابديت للجدول مالتي. هذا الجدول الابديت هنا راح يعطيني الام سي اللي هو وين سي ام، يعطيني هذا المعلومات اسوي ابديت لهذا المعلومات بحيث يصير عندي اخر معلومه موجوده اسوي به تحديث للبيانات هنا، وابدي ارسم الفيلوسيتي دايجرام. الفيلوسيتي دايجرام السي ام الاف ام راح يكون عندك معلوم، فيطلع عندك المجهول الوحيد اللي هو الاف سي ال، وبذلك تقدر تحل للام ال ويصير عندك سيستم بالانس وينتهي عندك الحل. ورا ما كمل الرسم تاخذ المسافات بالمساطر هنا، طبعا سكيل للكابل وسكيل يختلف للفورس. الكابل قيمته هذا الرقم اللي تجده هنا، هذا المسافة اللي تضربها بالسكيل راح يساوي عندك
الشيء اللي موجود عندك بالجدول هنا، الشيء الموجود عندك بالجدول هنا، فشوف شنو معلومه مجهول يحتاج السؤال او تحتاجه انت حتى تكمل الحل تجده. تسوي نفس الشيء بالنسبه للفورس دايجرام. بالفورس دايجرام هذا الطول، هذا الطول يساوي عندك في هذا الرقم هنا، هذا الرقم هنا طبعا الطول ورا ما تحوله عبر السكيل. زين، هذا مجمل ما اخذناه بال several masses in different planes اللي هو more general من اي شيء اخذناه سابقا من ثلاث حالات سابقه. نجي الى examples. هنا example مثل ما قلت لكم الاكزامبل تقراه لازم تحدد به نقطتين اساسيات. هل عندك الماسس هذولا يفترون في same plane or different planes؟ وراء تجي تحدد هل هذا عبارة عن إضافة كتلة أو إعادة ترتيب. هذا معلومتين لازم تكتشفها حتى تعرف اتجاهك بالحل شلون تصير. خلينا نشوف هذا الإكزامبل. هذا إكزامبل بالكتاب موجود. شيفت بأربع ماسس A B C D. قيمة الماسس منطقية 200 300 400 200 لكل ماس respectively and revolving a radius R1 R2 R3 R4 كلها منطقية in planes measured from A. يعني تخلي البلينز مالتك الاي هو الرف مو الرفرنس بلين، يعني الرفرنس اللي ترسم به مو اللي تاخذ بالمعلومات. 300 400 700 بمعنى انه البي يبتعد عن الاي بمقدار 300 مليم، السي يبتعد عن الاي بمقدار 400 مليم، واخيرا الدي يبتعد عن الاي بمقدار 700 مليم. بمعنى هسه هذا هنا المعلومه الاولى اكتشفتها انه مو same plane، هذا several planes. ما دام منطق مسافات planes اذا هذا several planes. هسه اجي احاول اكتشف المعلومه الثانيه. The angles between the cranks measured anti-clockwise يعني عكس عقرب الساعة من الـ A للـ B 45 ومن الـ B للـ C 70 and C to D بين الـ C والـ D 120 درجة degree. The planes masses are to be balanced in planes X and Y. هنا شي يقول الكتل اللي لازم يتزن عندي هالأربع كتل لازم ينحطون في planes اسمها X Y. في planes اسمها X Y. إذا هذا السؤال هي مو ترتيب الكتل وإنما هي إضافة كتل. إضافة كتل ب planes X و plane Y. The distance between the planes A and X. هسه منطق المسافة بين ال X وال A 100 مليم وبين ال X وال Y منطق إياه. يعني إذا أنت تعرف ال X أكيد تعرف ال Y وين صاير 400 مليم. And between and Y and D 200 مليم. If the balance masses revolve at radius, الكتل اللي أنت تسوي به balancing منطقين الأنصاف أقطار مالته اللي هو 100 مليم، أريد القيمة والزوايا لهذول الكتل اللي يضيفهم حتى يصير عندك بالانس. اذا هنا اضافه كتله و روتيشن ان ديفرنت بلينز. طبعا ترسم مثل ما علمتكم الاكس اكسس تخلي وحده من الكتل بذلك الاتجاه باتجاه الاكس اكسس. هنا الاحسن تخلي الاي. ليش؟ لانه كل الانجلز والمسافات كلهن خصوصا الانجلز مقاس نسبه الى الاي، مقاس الى نسبة الى الاي، فخلي الاي ويا المحور اكس فصير عندي اي. بين الاي والبي 45 درجة هو منطقني اياها بالسؤال. بين البي والسي 70 درجة فصار عندي بي سي. بين السي والدي 120 درجة منطقني اياها فصار عندي هذا رسم كامل. وهذول الكتلتين بالاخير ترسمهم، هذول الكتلتين ام واي وام اكس ترسمهم بالاخير لانه ما تعرف لا قيمهم ولا زواياهم. ولا ما رسمت هذا الرسم. زين دكتور. نعم. ال 100 مليم اللي منطيها بالاخير. 100 مليم هذا الراديوس مال الكتله المات هذا 100 100. يعني مال اكس وواي اثنيناتهم؟ نعم مال اكس والواي اصاف الاقطار مالتهم. يعني كل واحد 100. كل واحد 100 صح. تمام. اوكي. دكتور. نعم. بعد. بلا دكتور او ام اكس و ام واي كا بكيف خو مالك شو لا كيف خدني اول مره سؤالك حالي كردو وزاني لك شويه بس خد لك كبدايه رسمك بس اي بي سي دي ده رسمك انا ظني ام اكس واي لك شويه
ام بس اتا دي قرص ما كي او شو انا بس ام اكس و ام واي كل تو يعني كي حلقة كي حلقة تواكر ام جتي اذا دي انا داعم اني لا صرص مكان انا صرص ما قد يعني دوين نام نشان يعني كي دوين كي تواكر تيجيش الام الام واي والام اكس اكبر مسوي ريكورد اي نعم نعم مسوي ريكورد نعم الام اكس والام واي الام اكس والواي بالاخير اخليه هنا سؤال الكتاب دا يعرف الحال فهذا بخليه بهذا الاتجاه لكن هي بالاخير يطلع ولا ما تكمل الحال تجي تخلي الام اكس والام واي بالرسم النهائي انت بالبدايه ما تعرفها زين الا اللهم هو يعطيك معلومه بالسؤال يقول لك ترى الام اكس يصنع زاويه بالنسبه للاي مثلا 15 درجه عندئذ تخلي الام واي او تخلي الام اكس اذا هو ما معطيك اي معلومه هو دا يطلب وين الاكس وين الواي عندئذ ما تخليه على الرسم فقط تنقل المعلومات الموجودة عندك من النص السؤال إلى الرسم حتى يسهل عندك الحل زين نجي إلى البلينز 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 شوفوا هنا مثل الزوايا ماخذ الأي ماخذ الأي هو الريفرنس بلين ماخذ الأي هو الريفرنس بلين يعني مو ريفرنس بلين ماخذ الأي نسبة الى البقيه الى يعني مثلا يقول لك الاي اذا تخلي الاي مثلا هنا فالبي يبتعد عن الاي بمقدار ايش قلت 300 ملي والسي يبتعد 400 والواي يبتعد 700 تقدر تخلي كله على اليسرى يمنى وكله تقدر تخليه على اليسرى نفس الكلام يطلع اوكي فانت خذ القاعده خلي اول واحد هنا واشتغل كله على اليمنى زين فانت لك حق تخلي الاي وتخلي البي بهذا الطرف والسي بذاك الطرف والواي كله بذاك الطرف نفس الحال يطلع نفس الشيء يطلع كله ريليتد فانا اخذ ستاندر ابدي اخلي اول واحد الاي هنا اقول بين الاي والبي ايش قد بين الاي والبي 300 هذا 300 بعدين اقول بين الاي والسي 400 اذا هذا اي هذا سي المسافه بيناتهم 400 ملي وبين الاي والدي 700 ملي فصار عندي الاي والبي والسي والدي معلومات بالاضافه الى هذا السؤال منطي معلومات على الاكس والواي ايضا منطي معلومات على البلينز اللي يشتغلون بيه الاكس والواي يقول الاكس يبتعد عن الاي the distance between a planes a and x is 100 يعني بنخلي الاكس هنا الاي الاكس يبتعد عنه 100 ملي 100 ملي وبين الاكس والواي بين الاكس والواي يعني هنا خلي ال 100 ملي خلي المسطره مو مسطره ما يحتاج مسطره انت المسافات تعرفها هاي 300 400 هو ده يقول 400 اذا راح تجي على يسار السي راح تصير المسافه بين الاكس والواي 400 يعني تجي على يسار السي واذا تريد تتاكد فالواي يبتعد عن الدي بمقدار 200 ملي هو منطق هذا معلومه زايده هنا وين ذا ديستانس ذا انجل ذا ديستانس بتوين واي اند دي 200 مليم حتى تتاكد انه صاير بين السي والدي لكن هذا معلومه زايده هذا معلومه زايده هسه المجاهيل اللي عندك نعم يعني الواي يبتعد من الاي 500 صح الواي يبتعد على الاي 500 مليم هسه حدد كم مجهول عندك ولا ما رسمت هذول الرسومات كم مجهول عندي هنا عندي الكتلة ال ام اكس وال ام واي مجهولات ام اكس وال ام واي مجهولات هذا مجهولين والزوايا مالتهن ايضا مجهولات بالنسبة لل اكس اكسس اذا صار عندي اربع مجاهيل صار عندي اربع مجاهيل لازم اجدهن ولا ما رسمت هذا قبل لا تبدي بالحل لازم ترسم التيبل هذا ايضا التيبل هذا كلش مهم ترسمه تخلي البليس مالتك هنا حسب الترتيبات اللي مسويها هنا تبدي A X B C Y D بهذا الشكل تخليه تعطيه الكتل الكتل ال A وال B وال C وال D منطقية بالسؤال الكتل ال M وال M X وال M Y مجهولات فخليه المجهول ال M X M Y كأنه عندك مجاهيل هذول الاثنين الأصاف الأقطار كلها منطقية بالسؤال 100 مليم اللي هو 0.1 و 0.1 هي لل M Y ولل M X والبقية كلها منطقية بالسؤال كلها موجودة دي بالسؤال أجي أضرب هذا الرقم في هذا الرقم طبعا لا تنسى كيلوغرام متر تحولها للوحدات تضربها يطلع عندك هذا
الجدول رقم 4 لا تنسى الام اكس والام اي مجاهيل عندك هنا، فصار عندي هذا الصف وهذا الصف مجهول. ارجع اخلي الديستانس بتوين الفور السيستمز، الاحسن هنا تاخذ يا اما الاكس مالتك هو الريفرنس يا اما الواي حتى تلغي وحده من المجاهيل، حتى تلغي وحده من المجاهيل. ليش؟ لانه من تاخذ فور اكزامبل عندك الاكس هنا الريفرنس بلين هنا، الاي راح يصير بالنسبه للاكس سالب 100 او سالب 0.1 لانه صاير على اليسار. الاكس نفس لنفسه صفر، فبالتالي سنتريفيوجل فورس مالته يصير عندك صفر، فلغيت الام اكس هنا من تجي ترسم للكابل. الام اكس لغتان. نعم. بقول لك اماكن دوتك. اللي بروي صفرة تو ميت بينت بوينت يك ام اكس في صفر صفرة كاي. ام واي كاش عين الصفر. نعم ام واي كا نعم ام واي كا دورة وتا ام واي شنو الاكس دورة شوار صفر. دكتور؟ نعم بالله بالله نعم حمد. دكتور. حسب خبرتك دكتور ناخذ الاكس ريفرنس دو الواي ريفرنس اسهل. اذا تاخذ الواي ريفرنس راح يصير عندك سالبات هوايه، فانت دائما خليك بالسيف سايد، ايش قد يا هو ابسط شيء خذ ذاك. انا الاكس تمام ابسط شيء الابسط تمام اكس الابسط راح تكون عندي الاكس. زين تمام زين اخذت الاكس هو ريفرنس، المسافات بيناتهم احطهم لا تنسى السالب، انه الاي صاير على اليسار من الاكس، اذا تصير الاتجاه مالته البعد مالته يصير بالسالب، يصير عندي بالسالب. اجي ورا ما كملت هذول القيم، طبعا هنا كلها معلومات لهذا السؤال، هذا معلومات بهن. اجي اضرب هذا العمود الرابع والخامس، 16 في بوينت واحد يطلع عندي ماينس 1.6، هذا في صفر صفر، هذا كل الارقام يطلع عندي هنا. ورا ما كمل عندي الجدول، الجدول هو راح يقول لك تبدي ترسم الكابل فورس احسن لو تبدي ترسم السنتريفيوجل فورس احسن، راح يحدد لك اياها. زين هسه انتم قولوا لي الكولوم رقم 4 وكولوم رقم 6 اي واحد بيهم مجاهيل اقل؟ هذا السيجن فورس اسهل. 6 اتوني اوك صح هذا الخامس. لا لا محمد انت تتباوع للرابع والسادس مو الخامس، فقط رابع والسادس. استاذ رابع نعم 6 يطلع الكابل. نعم الكابل فورس بي مجهول واحد فقط الام واي، لكن بالام فورس عندك مجهولين، عندك مجهولين، فالاحسن تاخذ الام واي، يعني تاخذ الكابل الكابل كولوم. زين تسمعوني طلاب؟ نعم دكتور. نعم دكتور نعم. اوكي. ويا اخوي يا دكتور. زين. هسه انا قررت اخذ الكابل، اخذ شاخذ اخذ السكيل. اكبر رقم عندي بغض النظر عن السالب، يعني خلي ايدك على السالب يا باو، اكبر رقم عندي هنا. يا واحد اكبر رقم. 9. 9.6. اخر واحد. نعم 9.6 اجي اخذ اقول ليت 9.6 كيلو جرام متر سكوير يساوي عندي 5 سنتيم. ليش؟ لان ارسم الكابل، فيصير عندي وحدات كيلو جرام متر سكوير، الفورس كيلو جرام فقط متر. زين اخذت السكيل اسوي جدول مالتي هنا، هذا الخمسه ومنو كان 6.9 هو فورس ام دي الكابل مال الدي، فيصير عندي 6.9 هنا، هذا ام دي ام اي ام بي ام سي، والام واي ما اعرف ليش لانه ما اعرف قيمه الواي ايش قد الام واي، فما اخذ له سكيل، فقط القيم الرقميه اللي ادري الارقام اخذ له سكيل، فصار عندي هذا الجدول. هسه هذا ام اي ام بي ام سي وهذا ام دي، هذا ام دي اللي هو اخر واحد بالجدول. زين ابدي ارسم drawing the couple polygon، ارجع اقول اباو على هذا الرسم، هذا الرسم واذكر القاعده عن ايش قاعد ارسم، عن ايش قاعد ارسم، بدي ارسم الكابل، فبالكابل لازم اعرف يا واحد سالب يا واحد موجب. ليش؟ لانه اذا سالب راح يغير لي اتجاه القوه مالته، مثلا
هنا بالجدول الاي الاي طلع بالسالب، زين هنا بالرسم القوى شلون تصير السنتريفيوج القوى مو المومنت، السنتريفيوج القوى يصير الاي بهذا الاتجاه البي للاعلى بهذا الشكل. يعني قصدك هو باتجاه الموجب، نعم. احنا راح بالعكس نمشي صح عكس اتجاهه، نعم، والدي بهذا الاتجاه صاير، الدي بهذا الاتجاه صاير، زين؟ اجي اسال يعني لو موجب، يعني لو موجب ناخذه بنفس الاتجاه. ممتاز، نعم. هسه من اجي ارسم الاي، من اجي ارسم الاي هذا البوينت 8 ملي، يعني 8 ملي ارسمه عكس اتجاه الفورس، عكس هذا الاتجاه ال 16 اللي هو وين؟ هذا وين يصير؟ يصير بهذا الاتجاه. رايح للموجب. رايح للموجب. فاذا ترسمها بالعكس. ليش؟ لانه عندي الكابل مالته سالب. داني ارسم الكابل. فصار عندي تمام. سالب. بعد الاتجاه. البقيه كلها موجبات. اجي ارسم الام بي. الام بي اذا ذكروه خلي بس اذكركم، الام بي للاعلى. الام سي بهذا الاتجاه والام دي للاسفل، فالرسومات راح تصير دي بهذا الاتجاه. الام اي كلها بنفس الاتجاه ما طول موجب. كلها بنفس الاتجاه. ام بي تمام. ام سي ام سي خلاص. كم معلومه عندي هنا؟ اربع معلومات. الام تمام. الام واي مجهول. الام واي مجهول. لا تنسون بس تقدر تطلع هذا السؤال. نعم نعم بس لا تنسون الاتجاهات. لا نفس الاتجاه، الاتجاهات لا تنسوها. تمام زين. الام واي بالعكس، هنا الام واي بالعكس اذا اتجاهها نحو العكس مالته، الام بي للاعلى للاعلى للاسفل، الاتجاهات كلش مهمه عندي هنا. هسه اخلي المسطرة ولا ما كمل، طبعا هذا كله تو سكيل، القيم موجوده عندك هنا، رسمته تو سكيل. اجي اخلي المسطرة نهايه هذا النقطه وازور خط لبدايه النقطه اللي بديت بدي الرسم. هذا مين بدينا؟ تمام بديت بهذا الشكل راح يصير. زين هذا الطول شيء مثل عندك، هذا الطول يمثل عندك الام واي، يمثل عندك الام واي. تخلي المسطره تقيس هذا الام واي، زين تقيسه يطلع عندك 3.81 مللي او 3.8 مللي، 3.8 مللي. هذا ضرب الطرفين بالوسطين يطلع عندك الام واي يساوي 7.3 كيلو جرام متر سكوير. هذا 7.3 شو يساوي؟ ترجع للجدول يساوي عندك هذا الرقم، يساوي عندك هذا الرقم 0.04 ام واي اللي يساوي عندي 7.3 حسب هذا المسافه اللي رسبته منها. اذا المجهول شنو عندي؟ المجهول عندي الام واي. هل يمكنك ان تكون هناك من 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 يمكنك ان تكون يعني اخذ 3.8 اضربها في 6.9 قسم على 5 يطلع عندي 7.3 كيلوغرام متر سكوير. هذا من وين جاي؟ هذا جاي من هذا الطول، هذا الطول. هذا الرقم اللي يطلع كيلوغرام متر سكوير راح يساوي الشيء اللي عندك بالجدول، زين يساوي عندي 0.04 ام واي 7.3. الام واي استخرجته طلع عندي 182.5 كيلوغرام. هسه الام واي زاويته اخلي المصدر عندي هنا، ازور خط عدل، ازور خط عدل هنا واخلي المنقل واقيس هذا الزاويه كلها، اقيسه من الاكسس افتر عكس اقرب الساعي لان اوصل هذا النقطه يطلع عندي 348 درجه. زين هسه عرفت قيمه الواي والزاويه مالتها. قيمه الواي ارجع للجدول، ارجع للجدول اسوي تحديث للجدول. من ارجع للجدول احدث هذا راح يتحدث عندي وهذا راح يتحدث عندي. شوف هذا صار عندي معلومه، هسه صار عندي معلوم. اذا هذا الكولوم صار عندي جاهز للرسم لانه عندي مجهول واحد اللي هي الام اكس. زين الام واي انا من وجدته شوف الاشاره مالته شنو موجب هذا الكابل، اذا الفورس لازم هم يصير عندي بنفس اتجاه الام واي. يعني وبالتالي يعني اذا استنتج هذا الكلام سويت اني يعني
أنا يعني أعرف إنه الكابل إذا موجب هو اتجاه بنفس اتجاه الفورس. زين، أنا يعني وجدت الكابل طلع قيمته موجب هنا، هذا بدأ يطلع عندي هنا قيمته موجبة، إذا اتجاه الفورس مالته أيضا بنفس اتجاه الكابل. أيضا عرفت هذا المعلومة منها. زين، هسه أجي للفورس بوليجون. الفورس بوليجون، خلينا نرجع للفورس بوليجون. البوينت واحد في قد صار قيمة الكتلة 115 مو، يعني يطلع عندي 18 وكسر، يعني يطلع عندي هذا 18 وكسر. أكبر رقم عندي هنا هو ال 24، راح يصير عندي ال 24، آخذ ال 24 هو السكيل مالتي بالنسبة للفورس. فأقول كل 24 كيلوغرام متر يساوي عندي 4 سنتيم، أسوي الجدول مالتي. سوي جدول مالتي، ال 24 كان مقابله للاف سي، للقوه مال الاف سي. 24 سيدي 4 سنتيم، الاف اي 16 اضربه في 4 قسمه ل 24 يطلع عندك 2.7، الاف بي 21، الاف واي هسه شوف الاف واي صار عندي معلوم. الاف واي صار عندي معلوم والاف دي ايضا معلوم، فصار عندي خمس قوى. هسه اجي ارسم القوى، القوى ما بيها سالبيه وموجبيه، كلها باتجاه الدوران، يعني اتجاه عكس الدوران، يحاول يقلع عندي الكتل. فشوف الاي شلون صار اتجاهها؟ باتجاه عكس اتجاه الكابل. زين، بالرسم اللي قبله رسمته لليسار، انا هسه لليمين. ليش؟ لانه هذا فورس دا ارسم، ما دا ارسم كابل، دا باعه للفورس، الفورس يتبع ما موجود عندي بالسؤال بالضبط. ارسم الاف اي، اف بي، اف المفروض يصير هذا اف سي، اف دي و اف واي. كم صار حل صار عندي؟ 1 2 3 4 5، وفعلا عندي خمس معالم هنا. الاتجاهات لا تنسوا، الاتجاهات كلش مهم، خصوصا هسه بالسؤال اللي وراه. كملت الرسم، خلص عندي الرسم بالزوايا مالته. شوفوا هذا الاف واي هو زاويته 300 وكسر كان اللي استخرجته من الكابل. اخلي المسطرة من هذا النقطة اجرها الى هذا نقطة البداية، يطلع عندي الاف اكس اتجاهها، يكمل عندي البوليجون، يكمل عندي البوليجون. اخلي المسطرة، اقيس الاف اكس، الاف اكس تقريبا يطلع عندي 6 سنتيم، حاصل ضرب الطرفين بالوسطين يطلع عندي الاف اكس يساوي 35.4. ارجع للجدول، هذا ال 35.4 او 0.5 يقابله 0.1 ام اكس، يساوي يعني الام اكس راح يصير 355 كيلوغرام. والزاويه مالته اخلي المنقله، ارسم خط عدل هنا، خط افقي هنا هذا الشكل، اقيس المنقله مالته، راح يطلع عندي الزاويه مالته تقريبا 215 درجه. فصار عندي اربع معاليم، كتله الام واي واتجاهها، كتله الام اكس واتجاهها. زين، هذا كله باستعمال البوليجون والفورس. نعم احمد. دكتور شلون زين دوسو بانزي زين هيك؟ قياسك او تالي لما قلد عني هالي رانا مصدري دعني او قياسك. اه ابي تاب تيجيشن تيجيشن. اوكي، ترى هذا تحتاج ترسمه حسب السكالات اللي انا قلت فيها، عيدوا رسمه، المفروض عندكم الحلول قريبا. المفروض الحلول يطلع عندي قريبا. هسه هذا كان سؤال مباشر تطبيقي فقط يعلمك الاسس الاساسيه بالماس. هسه نجي الى سؤال ديزاين. سؤال ديزاين واقع حال. السؤال الديزاين هذا موجود بالكتاب، يقول عندي فورس ماس، فور ماسز اي بي سي دي ار تو بي كومبليتلي بالانسد. هنا ايش دي يقول؟ يقول لازم هذول الماسز يصير بي كومبليتلي بالانسد. ذا فاليو اوف ذا ماسز بي سي دي، الاي ما منطيني اياها، منطيني البي والسي والدي، الاي مجهول. الراديوس اربعتها منطيني اياها، الاي والبي والسي كلها موجودات عندي. The planes containing mass B and C، هسه ما دام دا يقول لي planes containing mass، اكو مسافات بين البي والسي، اذا هذا multi different planes، ما بي مجال. اذا السؤال الاول، المعلومه الاولى انه different planes.
والمعلومة الثانية كاد أجزم أنه هي إعادة ترتيب للكتل وليس إضافة كتلة، لأنه كتلة الأي ما معلومة، كتلة الأي ما معلومة. بس راح نتأكد بالأخير. The angle between the planes containing B and C، الزاوية بين البي والسي 90 درجة، بين البي والسي بي والسي يعني الكتلة بي وكتلة سي يسوون زاوية مقدارها 210 و120 ويا الدي، ويا الدي in the same sense. In the same sense شنو معنى هذا الكلام؟ كلش مهم. In the same sense بمعنى انه اذا اخذت الزاوية بين البي والسي عكس اقرب الساعة، هذول هبين تقيسون عكس اقرب الساعة. اذا اخذته ويا اقرب الساعة، هذول ايضا تقيسون ويا اقرب الساعة، مو واحد عكس الثاني. In the same sense يعني بنفس الاتجاه. She read, find the magnitude and angular position of A. اذا هذا ليس اضافة كتلة، انما هي اعادة ترتيب، اعادة ترتيب، لانه الـ A قيمته وزاويته غير معلومة. اثنين، يريد البوزيشن بلينز بين الاي والدي، الاي والدي وين احطهم بين البي والسي؟ لان المسافات بين البي والسي منطيني اياها، مسافه البلينز منطيني اياها 300 ملي ابارت، يعني المسافه بين البي والسي 300، لكن بين الاي والبي والاي والسي والاي والدي والدي والاي كلها ما منطيني اياها، كلها هو دليل من عندك. زين؟ فهذا كم مجهول عندي هنا؟ اوكي، قبل كم مجهول؟ صرنا عرفنا انه different planes، وعرفنا انه هي اضافة قوة وليس اضافة، يعني عفوا هي اعادة ترتيب وليس اضافة دكتور. لا نعم دكتور، هسه بالنسبة للزوايا، الزوايا planes containing ال B and C منطين 90 درجة. زين البي اند سي هاي الثاني شنو هو؟ ماك يصنع 210 يعني مثلا ويا الافق؟ لا، يقول الدي، الدي يصنع زاوية ويا البي 210 ويا السي 120. يعني بالنسبة للدي. نعم تمام. نعم. تمام نعم، with respect to D. نعم زين اوكي. كم يعني تضيف لل 120 صار 210، تضيف 90 لل 120 صار 210. صح تمام. صح. كم مجهول عندي هنا؟ طيب بالنسبة هاي احنا ما عندنا اضافة كتلة هين، فعندنا كتلة مجهولة الاي اللي هي اي وزاويتها، وعندنا الزاوية مالتها مجهولة، هاي مجهولين، والمسافات بين الاي والبي الريديان منطينية، الريديان منطينية فما مجهول هذا. ايه. يعني حاليا عندنا مجهولين، ما اعرف بعد اذا اكو. اوكي هسه الحدث ضغط، خلي يشوف من نرسم صراحه يطلع لي مجاهيل اكثر. خلي نرسم. تمام، ابدي ارسم اول المعلومات الموجوده دي بالسؤال. المعلومات انه الكتله اي، الكتله اي لا منطيني قيمته ولا منطيني زاويته، فما اعرف وين ده يصير، ما اعرف وين ده يصير. لكن البي والسي والدي منطيني كتلهن وزواياهن كلها منطينيها، كتلهم وزواياهم كلها منطينية. فأجي شو أسوي؟ يقول المسافة بين الزاوية بين البي والسي 90 درجة، فإذا ليش ما أخذ البي هو الرفرنس مالتي؟ بنرسم هذا الرسم، أخلي البي ويا الهوريزونتال، أخلي البي ويا الهوريزونتال وأقيس كل الزوايا عكس أقرب الساعة مثل ما تعلمنا. تقدر تقيس ويا أقرب الساعة هنا. يعني لازم ناخذ احنا بالانس واحد منهم. هسا يعني رفرنس الاي لازم ناخذ رفرنس واحد منهم، لازم تسوي رفرنس حتى تعرف ترسم، حتى تقدر ترسم. تمام نعم. زين هسا صار عندي هو البي رفرنس، مو رفرنس بلين، هو الرفرنس انجل. اجي للمعالم الموجود عندي بالسؤال، المسافه الزاويه بين البي والسي 90 درجه، انا اخذها عكس اقرب الساعه، اذا اقول بي والسي بيناتهم زاويه 90 درجه مثل ما هما. وما دام هذا اخذته عكس اقرب الساعه ارسم البقيه كلها، ارسمها عكس اقرب الساعه. اجي اقول الدي، الدي ده يصنع زاويه ويا البي مقدارها 210 درجات، يعني اخلي الفرجال هنا وارسم مقدارها 210 درجات، ويرسم ويا السي مقدارها 120 درجه. هذا المعلومتين زايدات، هو المفروض ينطي لك معلومه واحده، يا لما ينطيك هذا او ينطيك هذا. اوكي، معلومه زايده ينطيك اياها. فهسه صار عندي المعالم كلها هنا معلومات. ارجع هسه ارسم البلانتس.
بالبلينز بالبلينز اجي اقول اي بي سي دي بكيفي بكيفي شلون ما ترتبهن. المهم المعلومات الموجوده عندك بالسؤال يتطابق عندك هنا. المعلومة الموجودة لديك بالسؤال انه يقول لك فقط المسافة بين السي والبي هي 300، بين البي والسي هي 300. وانا معلمكم اخذ من اليسار وروحي لليمين ورتب حسب الترتيب الابجدي اي بي سي دي، اخذ اي بي سي دي بهذا الشكل. انت طبعا لك حق تسوي انفنت من الترتيبات، تريد تسوي على اليسار، تريد تسوي على اليمين، تاخذ الدي اي بي سي، تاخذ بي دي اي سي، كيفك. لكن الستاندر خذها دائما حسب الحروف الابجديه حتى ما تغلط. اي بي سي دي، وتعال شوف المعلومات الموجوده عندك بالسؤال. زين استاذ صار عندنا اربع نجاح. نعم المسافه بين البي والسي 300 ملي، هذا المعلومه ثبتت بين البي والسي 300 ملي. زين بين الاي والبي ايش قد؟ ما اعرف، اخذها واي ما معلوم. زين بين الدي والسي ايش قد؟ ما اعرف. بين الدي والبي ما معلوم. بي ايش قد؟ ما معلوم، اخذها اكس. زين هذا مو ستاندر، هذا كل سؤال انت تفرضه فرضيه منك. اكو غيرك يفرض بين الاي والدي وبين الدي والسي فور اكزامبل، كيفك. المهم انت يعني استاذ الاحرف احنا كيفك. بس هنا مثلا انت تاخذها عني استاذ السؤال ماخذ البي هو الريفرنس بلين مالته، فكل ما اخذها بالنسبه إيه؟ للبي، ما اخذ الاي وذ ريسبكت تو بي هي واي، مسافه بين الاي والبي. بين البي والسي معلوم، بين البي والدي ما اخذها اكس. ما اخذها اكس. استاذ هو حتى بالحل راح نعتبره ريفرنس هو البي. حتى بالحل راح نعتبره ريفرنس. حتى بالحل نعتبره ريفرنس. زين. صار عندي كم مجهول؟ صار عندي الكتلة الام اي مجهول، زاوية الام الاي مجهول، المسافات واي والاكس مجاهيل، صار عندي اربع مجاهيل. صار عندي اربع مجاهيل، اوكي. اجي اسوي جدول. الجدول طبعا هنا شوفوا ما عندي اضافه قوى، فقط اعاده ترتيب للقوى، ما عندي قوه اضافيه مثلا اكس واي زي، ما عندي. فقط ارتب الجدول. اي البي اخذته هو الريفرنس بلين، سي دي، كتله الاي مجهول، كتله البقيه معلومات، الراديوس كلها منطقيه بالسؤال. اضرب 2 في 3 يطلع عندي المجهول الواحد هنا الام اي. اجي اخذ المسافات، مسافه بين الاي والبي هي واي، لكن الاي واقع الى اليسار من البي، اذا راح يصير عندي بالسالب، راح يصير عندي بالسالب. البي ويا نفسه يصير صفر. المسافه بين البي والسي 300 يعني 0.3، وبين الدي والبي هي اكس، مسافه اكس. صار عندي هسه كل هذا. هسه اضرب الاربعه بالخمسه راح يصير عندي هنا مجهول مجهول، وهنا عندي مجهول. استاذ هنا يمكن اكو غلط بالجدول؟ ها؟ شلون؟ يمكن اكو غلط بالجدول؟ ليش؟ استاذ لان الام لما تضربها في الار تصير 0.18 ام اي. اه نعم صح. صح هذا 0.1 اي هنا واحد صح. صح. انا مصحح هذا بس انا ما مصحح، صح هذا 0.1. صح 0.18 صحيح. زين كم مجهول تشوف هنا وكم مجهول تشوف هنا؟ وين يعني قصدك؟ بالاخير عندنا اكس مجهول. طبعا دائما باعوا للاربعه والسته، دائما باعوا للفورس والكابل بالاخير، ولا ما كمل كل شيء. استاذ بالسنتر بالواحد عندي مجهول واحد، وبالاخير عندي ثلاث مجاهيل لان هو الام اي والواي والاكس. صح. سندس انت شو تقولي؟ نفس الكلام. زين انا اضيف لكم بعد مجهولين؟ شلون؟ اضيف بعد مجهولين؟ استاذ اذا اخذنا ابعاد لا البقيه تذكرون الزوايا ما هي مجهوله. اه تمام اي زاويه الاي مجهول. فاذا احنا بالحقيقه عندي مجهولين، هنا عندي اربع مجاهيل. زين اوكي مجاهيل تمام. زين هسه هنا الافضل ابدي بالسنتريفيوغال فورس الرسم مالته. شوفوا بالسؤال اللي قبله بديت بالكابل، هنا اللي يحدد لي جدول يقول لك لا هنا اذا تبدي بالسنتريفيوغال فورس احسن، بسط لك الحلقه استاذ احسن لان بمجهول واحد. نعم. هسه باوع اكبر قيم
ما عدا الام اي هذا مجهول، ما اعرف. اكبر قيم عندي هنا هي 7.2، لا فاخذ 7 7.2 اخذ سكيل على هذا الاساس. 7.2 يساوي عندي 5 سنتيم. فالاف بي هي 7.2، الاف سي والاف دي اثنيناتهم متساويه، فيطلع عندك نفس الاطوال. تجي تبدي ترسم، انا ايش بدي ارسم؟ بدي ارسم الفورس بوليجون. اتجاهات نفس الشيء. اي نعم، فما عندي مشكله، فما عندي مشكله. فمن اجي ارسم هذا الرسم كان عندي بالبدايه، من اجي ارسم البي، البي اللي هو 5 سنتيم، اتجاه البي وين بده يصير؟ يصير بهذا الاتجاه. هذا البي. اجي ارسم السي هسه، سي للاعلى صاير، هذا للاعلى. واختمها بالدي، طلع عندي الدي. اوكي؟ فالمجهول اللي هو الاي راح يصير عندي بهذا الاتجاه، شوفوا اتجاهات مهم عندي هنا، لازم يرجعون لصفر. لازم يرجعون لصفر. اخلي المسطرة اقيس هذا الطول، اقيس هذا الطول يطلع عندي 2 سنتيم ونص او 3.6 كيلوغرام متر. ارجع للجدول، هذا 3.6 يقابله 1.18% من الام اي، اذا طلع عندي الام اي 20 كيلوغرام. الزاويه مالته اخلي ارسم خط عدل هنا، خط عدل هنا، واقيس هذا الزاويه من هذا الخط الهوريزونتال لهذا الزاويه، يطلع عندي 236 درجه. اوكي، هسه الام اي وجدته زين. ارجع للسؤال مالتي، للجدول مالتي، وجدت الام اي، صار عندي هذا القيمه معلومه والزاويه مالته معلومه. فصار عندي هنا هذا المعلوم، هذا معلوم وزاويته ايضا معلومه، زاويته ايضا وجدته. فصار كم مجهول صار عندي هنا؟ صار عندي مجهولين هسه، الواي والاكس. الام اي وجدته 20 كيلوغرام وزاويته ايضا وجدته، باقي بعدني باقي عندي مجهولين الاكس والواي، لكن زوايا كلها معلومه هسه. هسه شو راح احل هذا؟ اجي اقول الكابل بوليجون، طبعا هم هنا راح اباوع اكبر رقم اللي هي 1.8 زين، 1.8. السكيل اللي تاخذه عندك هناك، السكيل اللي تاخذه ما تقدر ترسمه، يعني ما عندك رقم هناك حتى ترسم. ليش؟ لانه اذا ترجع للجدول كم مجهول، كم عندي؟ هذا عندي صفر اوريدي، عندي فقط هذا الرقم معلوم، هذا الرقم بي واي وهذا الرقم بي اكس، فانت ما تقدر تاخذ له سكيل، سكيل ما موجود له زين، سكيل ما بي، فقط عندك ال 1.8 اللي يقابله 5 سنتيم اللي هو مال يا واحد مال الكتله ام سي، مال الكتله ام سي. فشو تسوي؟ تبدي ترسم الام سي، فقط عندك هذا الحل زين. البقيه شلون ترسم؟ شو راح تسوي هنا؟ عندك اوبشن هنا استاذ، يعني نروح مثل مال السبيد، ناخذ تقاطعهم نعم واتجاهاتهم. نعم راح اسوي بالضبط، بالضبط هيك راح اسوي، اخذ السبيد مثل السبيد راح اسوي. اللي اعرفه زين استاذ بالنسبه للاتجاه، نعم هسه اقول لك اياها، هسه دقيقه ليش اقول لك الاتجاه، يعني هسه دقيقه اوضح هاي ليش اقول لك الاتجاهات مهم. هسه الام سي، الام سي، الام سي قيمته موجب، الام سي بالجدول قيمته موجب، اذا اتجاه بنفس اتجاه الفورس، بنفس اتجاه الفورس، وقيمته اعرفها 5 سنتيم، ارسم 5 سنتيم وسهم للاعلى. اجي للبي، البي ما عنده ماس، ما عنده مومنت، يعني مومنت ما عنده، لانه انا ماخذه هو الرفلكس بلين، بقى عندي الدي والاي. الدي والاي قيمه الفورس عندي، لكن قيمه المومنت ما عندي، باعوا هنا ما عندي قيمه المومنت، لانه مجهول بي الواي ومجهول بي الاكس. الواي والاكس اثنيناتهم مجاهيل، لكن اللي يسعفني هنا انه الدي والاي زواياهم معلومه. الدي منطيني اياه بالسؤال، والاي انا استخرجته بدايه السؤال من حليت الفورس. فجي شو اسوي؟ اخذ واحد من الـ من الفورسز هنا، فور اكزامبل اخذت الام اي، جيت الام اي اخذته، خليته واحده من البدايه، يعني اما اخلي لي فوق او اخلي لي جوا زين. ارسم خط منقط بهذا الشكل، هذا الخط ما اعرفه وين صاير، بس الشيء الوحيد اللي اعرفه اعرف الزاويه مالته. الام اي اللي هو استخرجناه بالسلايد قبل هذا، استخرجناه من من الفورس بوليجون، استخرجت الزاويه الام اي. ارسمه وحده من الخطوط الام سي، يا اما ارسمها للاسفل يا اما للاعلى، ارسم خط بهذا الشكل.
اجي الثاني اللي هو الام دي، الام دي اجي ارسمها، هذا رسمته جوا، اذا هذا الثاني ارسمه فوق، مو ثلاثه بنفس المكان، ارسمه لي فوق، فصار عندي هذا الخط، صار عندي هذا الخط، هذا الخط الزاويه مالته معلومه لكن وين قيمته ما اعرف. هسه اكيد راح يلتقون بنقطه، صار عندي هذا النقطه هو نقطه الملقاط مالتهم. زين صار عندي بهذا الشكل صح؟ هسه بدايه رسمت الام اي فقط الزاويه اعرفها، الام بي الام دي فقط الزاويه اعرفها، صار عندي بهذا الشكل. اوكي؟ هسه باعوا للاتجاهات، باعوا للاتجاهات. بدايه الرسم الام سي وين رسمت؟ رسمتها منا، المفروض السهم هسه يطلع للاعلى. مفروض السهم هسه يجي بهذا الاتجاه ولازم يرجع للصفر. اوكي هسه عرفت القيمه وعرفت الاتجاه. زين اعيد، من اجي اريد ارسم الام اي والام دي، قيم الواي والاكس ما راح يعطوني مجال اطلع السكيل، الا ما اقدر اطلع السكيل لانه مجاهيل بالاكس والواي، لكن استفاد من الزوايا، استفاد من الزوايا. شو اجي اسوي؟ اخذ وحده من الرسم يعني من النقاط اللي رسمت بي الام سي، يا اما للاعلى او للاسفل، وابدي ارسم لوحده من عندن، يا ارسم الاي يا ارسم الدي. انا اخذت الاي وبديت ارسمها من الاسفل. زين رسمتها بهذا الشكل. اجي للنقطه اللي ما رسمت من عندها، اخذ الدي وارسمها، يطلع عندي بهذا الاتجاه. اجي اقول اذا هذا هو البوليجون مالتي. زين الاتجاهات شلون؟ الاتجاهات مفروض الاتجاه الام سي يحدد لي اتجاه الدوران، اتجاه الفيكتورز، لازم هذا الفيكتورز يطلعون من نقطة البداية يفترون ويرجعون لنفس النقطة حتى يصير عندي السيستم بالانس. فإذا الام دي لازم يكون بهذا الاتجاه والام اي لازم يكون بهذا الاتجاه، وإلا ما راح يصير عندي السؤال صح. إذا هسه عرفت الاتجاهات بالضبط. نعم صحيح دكتور، ما صار عندي مشكلة. دقيقة والله، خلي شوف محمد شو محمد أسد. ما عندي شيء، ما عندي شيء ديار. دكتور ديار بلا. دكتور ام اي وجدت حسب زاوية اللي لقيتها بالفورس صح؟ ممتاز. نعم 236 236 نعم تمام. شكرا. نعم والله استاذ، احنا هذا قاعد نرسم الكابل صحيح لو لا؟ نعم. احنا استاذ مو قلنا اذا كان الاشاره سالبه؟ ممتاز، وهذا راح اصله بالاخير. لا تستعجل هذا الخير. لا تستعجل هذا الخير، هسه راح اسالك هذا السؤال. يلا راح انتظر. اوكي زين خلينا نجي لهذا البوليجون. هذا البوليجون القانون الفيزيائي هو اللي يحدد الاتجاهات. اذا يعني انت ما عندك شيء بالسؤال موجود، القانون الفيزيائي هو اللي يجبرك انه لازم القوى ترجع الى نفس نقطه الرسم حتى يصير متوازن. زين قبل ما نسال السؤال مال السالبيه والموجبيه، خلينا ناخذ احتمال ثاني للرسم. احتمال ثاني للرسم انه بدل ما الام اي ارسمها من الاسفل، ارسمها من الاعلى، ارسمها من الاعلى، والام دي ارسمها من الاسفل. اوكي يعني عكس هذا، عكس هذا، وين عندي؟ عكس هذا، عكس هذا، هذا الام اي اخذته للاعلى والام دي رسمته للاسفل. خلينا نشوف يعطيني نفس الاتجاهات لو اتجاهات مختلفة. شوفوا الام اي للاسفل والام دي للاعلى، يعني هيك راح يرجع. احفظوا رسم الام اي واحفظوا الام دي، شوفوا نفس هذا. استاذ هذا صح، الثانية صح. لا اثنيناتها نفس الشيء. وضح اثنينات نفس الشيء. شوف الام دي بس للاعلى. لا نفس الشيء. وضح الام دي للاعلى والام للاي اسفل. شوفوا هنا الام اي للاسفل والام دي للاعلى، اثنينات نفس الشيء. اها تمام دكتور. اثنيناتهم سايكل، اثنيناتهم يعطيك نفس الاتجاه، اثنيناتهم سايكل من البدايه للنهايه نفس الدوره. اثنيناتهم نفس الدوره، اثنيناتهم نفس السايكل. زين اكو بعد احتمال اخر للرسم؟ يعني غير الام سي كان على الكبل. استاذ احنا مو قلنا مثلا هسه هو احنا اخذنا البي ريفرنس. دقيقه والله تمام. هسه الام اي انا رسمته هنا بالرسم الثاني، اخذته لي فوق،
زين ليش ما ابي الام دي ارسمها هنا والام ارسمها للفوق؟ بعدين اخذ الام دي ارسمها لي فوق والام اي ارسمها للاسفل. هم انا يعطيك همين احتمالات يعني، تمام، بس كل الاحتمالات يطلع نفس الرسم، نفس القيمه يطلع الرسم، نفس القيمه ونفس الاتجاه. دكتور بس عندي اشكال بالام سي. بالام سي ايش في الام سي؟ استاذ انا الام اي قامت تمثل مشكله. الام سي ايش فيه محمد؟ الاستاذ لان الاستاذ احنا ورا محمد. اوكي ارجع للجدول محمد، ارجع للجدول، خلينا نرجع للجدول دقيقه. الجدول الام سي هذا الفورس وهذا الكبل اثنيناتهم قيمتهم موجبات، قيمتهم موجبات. زين من اجي ارسم السي وين صاير؟ للاعلى، هذا اتجاه الفورس مالته. من اجي ارسم الكبل الام سي للاعلى والكبل مالته موجب، لازم الام سي من اللي فوق. زين الام اي شلون؟ الام اي شلون؟ ما عندك يعني انت قيمته عندك لكن ما تعرف شلون ترسمه لانه مجهول الكتل، الكبل مالته مجهول، الكبل مالته مجهول، فما عليك غير انه ترسم هذول، هذا اللي تعلمناه بالواسطه. تمام، احنا طلعنا سالب واي، هو هذا اللي قصداني يعني سالب واي. نعم نعم لازم يكون عكس اتجاه. اوكي اوكي لا تستعلى ازفك، هسه راح اسالك هذا السؤال لا تخاف. زين صار لنا فضول. ايه اوكي، هسه سواء هذا الرسم او هذا الرسم اثنيناتهم ينطوني نفس الاتجاهات، هسه اتفقنا على هذا الشيء. زين اجي باعه للام دي، للام دي بالجدول موجب الكتله الكبل مالته موجب، لكن هنا الام دي هو عكس الام اي، هنا عكس الفورس. شوف الفورس مالته وين؟ للاسفل. هنا الام دي معمول للاعلى، فاذا الكبل مالته لازم يصير سالب الام دي. ارجع للام اي، الام اي الكبل مالته بالجدول سالب، بالجدول الكبل مالته سالب، لكن من اجي ارسمه الكبل مال الاي هو بنفس اتجاه الفورس الاي. زين شلون احل الاشكاليه هذا؟ شلون احل هذا الاشكاليه واضح؟ استاذ لازم اغير اشاراتهم بالجدول اذا. اوكي ممتاز، اذا غير اشارات انا فيزيكال ايش قاعد اسوي؟ فيزيائيا ايش اسوي؟ يعني استاذ اغير حتى الرسم بالبدايه. نعم فيزيائيا ايش اسوي يعني؟ ارتبهم فيزيائيا. ناخذ المطلق استاذ؟ ناخذ المطلق ماله؟ لا لا لا, 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 لا. الرسم بالبدايه اللي مال المسافات الاكس والواي. نو 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 با فيزيائيا لازم اسوي هذا الشيء، انه اخذ الاي اخليه باليمين والدي اجيبه لليسار. هذا اللي يقترح عليه هو بالضبط. احنا اوكي خلينا نشوف هسه هذا صح. انا ماخذ البي هو الريفرنس مالتي، البي الريفرنس مالتي، المفروض الفورس اللي يجده الدي، الفورس اللي يجده الدي الكبل يعاكسه. خلينا نشوف للرسم، هذا الدي، هذا الدي وهذا الدي، اذا واحد عكس الثاني صح. اذا الدي كبل مالته سالب، اجي باعه للاي، الاي صاير على اليمين من البي، على صاير على اليمين من البي، الاي لازم الكبل والفورس مالته بنفس الاتجاه. وين الاي عندي؟ هذا الاي وهذا الاي، اذا اثنيناتهم نفس الاتجاه. فترجع شو تسوي بدايه الرسم؟ اذا فرضيتك كان غلط، فرضتنا بالبدايه الغلط بالسؤال انه الاي والدي بهذا الاتجاه غلط، المفروض الدي يجي لهذا والاي يروح لذاك الطرف. زين تمام جيد. زين القيم شلون هجدين؟ القيم انت ما عليك بالسالبيه والموجبيه، القيم ما عليك بالسالبيه والموجبيه، تجي تقول 6 اكس، طبعا تخلي المساطر تقيس هذول المساطر، الام اي هذا راح يطلع عندي 10 سنتيم، الام دي راح يطلع عندي 6.4 سنتيم، حاصل ضرب الطرفين بالوسطين يطلع عندي طرف هذا المعادله 3.6 2.4 3.6. الام اي وجدته 20، فاذا الواي راح يطلع عندي، ونفس الشيء بالنسبه للاكس، يطلع عندي الاكس 0.383 متر او 383 ملم، والواي يطلع عندي 1 متر بالسالب. اذا حسب التعريف مالتي، حسب الاتجاهات الفورس والكبل اللي انا محددهن او تحددت بهن العفو، مفروض لازم اغير الاي
والبي غير مكانه، فالاي هو متر بعيد عن البي باتجاه اليمين، والدي بعيد عن البي بمقدار 383 مليم نحو اليسار. هسه تعال اتاكد او اذا تريد ارسم الجدول مره اخرى اتاكد هسه هذا الكلام صح. الدي صار الى اليمين الى اليسار من البي، فاذا الكابل والفورس مالتهم لازم يكونوا متعاكسين. فعلا هذا الكابل هذا القوه وهذا عندي الفورس، واحد عكس يعني واحد عكس الثاني بالنسبه لل يعني استاذ احنا هنا حتى ما غيرنا بس الاي، غيرنا البعد مالته. نعم حتى البعد مالته غيرنا، لانه يقول لك بمعنى الاكس صار هو الاطول والواي صار هو الاقصر. صح زين تمام. ومن اجي اخذ الاي، من اجي اخذ الاي، الاي مفروض القوه مالته والكابل مالته بنفس الاتجاه، يعني معناه هذا السالبيه كان عندي غلط، هذا السالبيه يعود للدي، يعني هذا المفروض يصير ماينس 6 اكس وينتهي الحل عندي. اها تمام زين استاذ هسه خلصت مشكلتي. جيد هذا كاتب لك اياه. بلين اوف ماس دي از 0.3 توورد ليفت اوف بلين بي، يعني دي صار على يسار البي، والاي toward right of B، يعني الأي راح تجيب هذا الطرف.